في نقطة صغيرة كمان هون بدي أنبه عليها ومهم كتير هي صراحة، وأنا واجهتها مع عدة أشخاص، واللي هي إنه لما أنت بترتب موعد ميتينج بينك وبين العميل، هون ممنوع التأخير، ما بصير تتأخر لو شو ما كان الظرف، ما بصير تتأخر على العميل. وهون في حال هو أعطاك حرية الاختيار بالنسبة للوقت إنه أنت ترتب الموعد وكذا، فبسرعة لا تناقشه ولا تحكي له لا أنت رتب وكذا، لا أنت خد منه الأوكي مباشرة ورتب أنت الموعد، ولو بدك إياه هو يجيك عندك على الشركة أو أنت بدك تروح له على المكان اللي هو فيه، بس إياك إنك تتأخر. ولو صدفت وهو اللي تأخر كنسل معه. لا تنسى عنوان الفيديو مسوق الكتروني محترف. والنقطة اللي بعدها اللي بدي أنبه عليها واللي هي إنه لا تقدم خدمات سيئة الجودة، بالعكس كون 5 نجوم، كون يعني كل شيء بالغ فيه وضاعف، يعني شو مكان الخدمات اللي انت عم بتقدمها اعطيه، يعني دائما كون very professional. اياك ومرة من المرات انك على حساب الوقت او على حساب الميزانية تضطر تعطيه اشي منخفض الجودة، او تضطر تعطيه مثلا حملة اعلانية هيك سريعة، او تضطر تعطيه بوست او فكرة مش ابداعية، او تصوروا له فيديو هيك من وراء ايدك. لا، اياك حتى لو كان على حساب الوقت، حتى لو كان على حساب الميزانية، حتى لو كان على حساب جهدك وتعبك، لو كان على حساب اي اشي، بس انت عم قدم نفسك، وانت المفروض انك 5 نجوم، انت المفروض انك مسوق الكتروني محترف. وهاي النقطة بتاخدنا للنقطة اللي بعدها، واللي هي انه انت لازم تحبب عملائك فيك. العميل اللي انت اليوم عم تشتغله تسويق الكتروني، اذا ما حبك ما رح يكمل معك، لا حتى لو كان في عقد بينكم، لو في شرط جزائي، ولو لو لو ما رح تكملوا مع بعض. فلازم انت تقدم لهم شو ما هو اجى عليك واضطر في بعض الاحيان انه يميل عليك، انت لازم تكون سند له. انت عم بتسوق له الكترونيا، يعني انت هذا البزنس كأنه لك، وانت عم تنشر حالك، عم تنشر، لانه اذا هو نجح انت نجحت، هو فشل انت فشلت. فبالتالي هون لازم تهتم فيهم زياده وتوفر في الاهتمام هذا، لانه تحببهم فيك، لانه اذا حبوك راح يجيبوا لك اولا عملاء اكثر، راح يصيروا يدروا عليك هم معارفهم واصدقائهم و و و كل الامور هاي. عميل من العملاء كان هو عبارة عن زي محل أحذية وشنط ستاتي، فكنا بنشتغل له تسويق إلكتروني. صار بمرة من كنا مستهونين فيه، بس كان بحبنا كتير لأنه كنا معطينه كل اللي بده إياه وزيادة. مرة من المرات صار عندهم زي إيفنت هيك لكل أصحاب مصانع ومشاغل الجلود ومجلود والأشياء هاي، بس ذكرنا بهداك الإيفنت، ذكرنا مجرد ذكر، ذكرنا قدامهم وجانا منه أكثر من 13 عميل. هذا الحكي شو بثبت لك؟ بثبت لك إنه لما هو الشخص ذكرك قدام الناس التانيين، فمعناته هو كان حابك، مبسوط منك، وثق فيك، ولقى نتيجة منك، وبالتالي الأشخاص التانيين أصلا شايفين شغلك، شايفين نتائجك. ليش؟ لأنه هم منافسين، عينهم مع بعض، فبيكونوا عارفين، أو بيكونوا بين بعض بتسألوا إنه مين اللي عم بيشتغله، مين اللي عمل له هيك، مين 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 كذا. فلما ذكرك أنت بهاي الموقف أو بهاي اللحظة، أنت هون راح تستفيد كثير. والنقطة اللي هلأ بدي أحكي لك إياها، إذا أنت كان يعني مستلم شغل لفلان، وكانت من احد المهام اللي عليك كشركه او كمسوق الكتروني اللي هي الرد على العملاء اللي لهذا العميل، يعني صفحه فيسبوك او اكونت انستغرام او على الويب سايت اللي عنده او ايا كان، كان انت من وظيفتك انك ترد على العملاء اللي عنده، او انك انت اضطريت تعمل له ايميل، وصار برضو انت لازم ترد على هذا الايميلات لانه عم بيجي عليهم مبيعات عن طريقك وعن طريق الحملات الاعلانيه اللي بتعملها. فانت لازم هنا توظف مودريتور، لازم توظف حدا يرد على هذه الناس اللي عم بترد. مش بتروح بتحكي لصاحب البزنس انا ما بعرف حدا، انت وظف حدا. لا، هنا اكون صريح معك، هو ما له علاقه باي شيء. هو لما اصلا يعني انت عم تحكي مع مدير مطعم، مدير مطعم بيكون بيفهم كيف يدير الشفات، بيكون بيفهم يتذوق الاكل، هذا مالح هذا مش مالح هذا كذا، ما بيفهم بالامور التسويق الالكتروني. لو بيفهم ما حيجي عليك بكل بساطه. فانت لازم هنا ما تحكي له انه انا ما بعرف، او انت لازم تجيب حدا، انت لازم يكون كل شيء من طرفك، انت لازم تنهي كل شيء، لازم كل ما انت رفعت اصلا الخدمات والمهارات اللي عندك، كل ما انت زادت قيمتك، كل ما قدرت اصلا ترفع من سعرك بهذا المجال. فهون كتير مهم انك المودريتور او الشخص اللي بده يرد على الرسائل يكون شخص يرد بطريقه مرتبه، بده يكون يرد بطريقه احترافيه، بدك تجهز الردود، بدك تعرف هذا الشخص كيف عم بيرد، بدك تخلي عنده ملف جاهز للردود الاحترافيه، هذا الردود كلها اللي بده يرد منها. والنقطه اللي بعدها اللي بدي احكي عليها واللي هي انك لازم تعرف منافسين هذا الشخص كيف عم بيشتغلوا، المنافسين اللي عنده كيف عم بيسوق، شو جوهم، شو ستايلهم بالتسويق، شو مبيعاتهم، شو عم بيعملوا. بدك تحاول تعرف كل هالمبيعات، بدك تظلك مسيطر، بدك تظلك متابع اول باول، بدك تحاول تاخذ
تاخد منه ليست بكل الناس اللي هو يعني بيحس انه هدول الناس منافسين لي، احكي له اكتب لي اياهم، اذكر لي اسمائهم، سير فوت عندهم، سير اعرف مين هدول الناس. ضروري تدرس المنافسين لحتى تعرف انت وين فايت، باي بحر انت عم بتعوم. فمهم جدا دائما تخلي عينك على المنافسين، زي ما حكيت بالفيديو الماضي، عين على المنافس وعين على العميل، هاي هي الخلطه السريه للنجاح. وهذا الحكي بياخذنا للنقطه اللي بعدها، واللي هي انه هون انت لما بدك تسوق لفلان لهذا البزنس، لهذا النشاط التجاري، هون انت تكون مضطر تتابع كل المدونات، كل قنوات اليوتيوب، كل الكتب، المجلات، الجرايد، قنوات الراديو، كل المواقع الالكترونيه، كل الصفحات الفيسبوك، كل حسابات الانستغرام اللي لها علاقه بهذا المجال، اللي لها علاقه بهذا الشخص، اللي بهذا النشاط التجاري، لحتى تكون متابع انت هذه الامور. الكلاينت اللي اتفقت معه او العميل او الشخص اللي بدك او النشاط التجاري اللي بدك تسوق له الكترونيا، هذا الشخص مش تشوفه اول مره وبعدين خلص ما يشوفش وجهك، لا، بدك ترتب انت وياه وتجدول بيناتكم مواعيد على الاقل بالاسبوع مره. خلص اتفق انت وياه انه كل يوم سبت على الساعه 3 انا في بيني وبينك اجتماع حاجي عندك، ونجتمع ونلتقي ونحكي بكل الخطوات والتحليل ونحلل نتائج كلها اللي طلعت معنا من يوم السبت الماضي للسبت هذا. هذا الاشي ضروري انه يشوفك على الاقل مره بالاسبوع. طبعا هاي بتختلف من بزنس لبزنس تاني، وبتختلف على حسب فضاوتك انت بكل صراحه، انك انت كيف ترتب امورك. في نشاطات تجاريه كانت تتطلب اكثر من 3 مرات بالاسبوع نقابل هذا الشخص. والنقطه اللي بعدها كتير مهمه لحتى تكون مسوق الكتروني محترف، بكل بساطه لا تخلي علاقتك معه كصاحب عمل علاقه ماديه، انه ادفع لي بعطيك، ادفع لي بعطيك، ادفع لي بعطيك. لا، دير بالك هنا انت مش محترف، هنا انت ما عندك استمراريه بكل صراحه. اللي لازم يكون عندك، لازم يكون في عندك عطاء تعطيه، وهو يحس حاله شاطر، انه هو يحس حاله غالبك. يعني عادي تعامل معه انه زبون بمتجر عندك، لازم الزبون او العميل هذا يحس حاله راضي كتير. اذا ما حس حاله راضي، حس حاله مغلوب، وحس حاله دائما انت عم تنهب فيه وعم تاخذ منه فلوس، وحس يعني حتى لو انك عم تعطيه نتائج وا وا وا، بس اذا حس انه كتير انت مادي معه، هنا ما حيكون في بيناتكم استمراريه. بحاول كتير من بعض في بعض الاحيان انك تقدم له اشياء بدون مقابل، تعطيه جيفتس، تحكي له هاي الشغلات منا كشركه تقديرا لك، هاي الحمله الاعلانيه احنا حابين نعطيك عليها بونص 35%. يعني انت هنا بدك تدبر امورك، انت هنا بدك تتشاطر لحتى انك تحسسه وتعطيه رضا. وهنا في نقطه بدي انوه عليها جديده، واللي هي بليز، ارجوك مشان الله لا تعمل البحر طحينه، لا تحسسه انه هو انت من بعد بكره بده يبلش الدنيا تشتي عليه فلوس، وهو بده يبلش العملاء كلها تترجى فيه ومش عارف ايش. انا هذا الاشي عم بواجهه كثير مع الناس، انه بروح بيعملوا البحر طحينه، بيحكوا للاشخاص او لاصحاب العلامات التجاريه او نشاطات تجاريه، احنا بدنا نعمل لك ونسوي لك ونجيب لك ونيم ونحط، والتسويق الالكتروني هو الخلطه السحريه اللي بدها تنعش البزنس تبعه وكذا. لا، كون واقعي، كون واقعي بليز، احكي له الصح، لا تقعد تألف له، ولا تقعد تزيد وتبهر من عندك، لا، لانه انت هيك عم بتخرب على حالك وعم بتخرب علينا وعم بتخرب على كل الناس وعم بتخرب اصلا سمعه التسويق الالكتروني. وما دام اشتغل معك ما راح يرجع يشتغل مره ثانيه مع حدا غيرك، لانك انت عملت له البحر طحينه، وبعد هيك هو ما شاف لا بحر ولا شاف طحينه. فارجوك كون واقعي، اعطيك نتائج قابله للتحقيق، لا تخليه يحلم باوهام انت صعب اصلا عليك تتحقق، بس عم تاخذ فلوسك ورايح بدنيا تانية وما في تواصل بيناتكم، وما حس انك انت سنده، وانه في هذا الجو بينكم، هنا ما راح يكون في استمراريه. والفيديو عشان كتير طول، خليني احكي لك نقطه اخيره، مع انه النقاط اللي كنت بدي اذكرها اكثر من هيك بكتير، بس النقطه الاخيره اللي حاب اختم فيها، واللي هي انه خليك دائما احكي الحمد لله رب العالمين. كلمه الحمد لله رب العالمين هي يعني مش بتخليك مسوق الكتروني محترف، هي بتخليك شخص اكثر من رائع بصراحه. دائما اشكر الله واحكي الحمد لله رب العالمين، فهو راح يزيد لك ويبارك لك بكل الشغل اللي عم تشتغله. فإذا أنت مهتم بأحد هاي الأمور، احضر الفيديوهات الراحة، تستنى الفيديوهات الجاي. كان معك إياد أبو غوش، ونشوفكم على خير. السلام عليكم.